مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. مواقع إخبارية: قائد عسكري في صعدة يدعو الأهالي إلى العودة إلى قراهم المحررة. صحيفة عربية تتحدث عن من يجب عليهم مغادرة تعز. ومن جولتنا بين الصحف الفرنسية: الوزير اليماني بدا قاسيا على المبعوث الأممي. ومن أخبارنا المنوعة: شرطية أمريكية تقتل جارها بعدما دخلت شقته بالخطأ. البداية من إب، حيث شهدت العديد من الأحداث ووقوع الكثير من الضحايا. وعنوان موقع المصدر أونلاين: الحوثيون في إب يقدمون على إعدام جريح. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي أقدمت في إب على إعدام جريح أصيب خلال مواجهات مسلحة بين سكان محليين ومسلحين حوثيين. وذكر مصدر محلي للمصدر أونلاين أن مسلحين حوثيين أقدموا على إعدام جريح يدعى أسامة قائد علي، كان قد أصيب بطلق ناري نتيجة اشتباكات في مركز مديرية فرع العدين غرب إب بين الأهالي ومسلحي قيادي معين من قبل الحوثيين، مدير لأمن مديرية فرع العدين. وذكر المصدر أن الجريح الذي صادف وجوده أثناء الاشتباكات بقي لساعات ملقى على الأرض، لكن بعد أن عثر عليه مسلح الحوثي أقدموا على تصفيته بوجود عشرات الحوثيين وقيادات بارزة بينهم مشرف الجماعة في المديرية. يتابع الموقع: اندلعت اشتباكات مسلحة يوم الخميس الماضي بفرع العدين بين الأهالي ومسلحين حوثيين، سقط فيها 9 قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي. الطفل الذي انتظرت مدينة إب أن يتعافى وتعود الحياة إليه توفي داخل المشفى الذي رقد فيه ليومين. وكان الطفل عبد الرحمن مطهر يلعب جوار منزله في المدينة، وقفزت الكرة لتقع على رأس قيادي حوثي أخرج مسدسه وقتل الطفل مباشرة. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد توفي الطفل عبد الرحمن أكرم عطران متأثرا بإصابته برصاص قيادي حوثي في محافظة إب الواقعة تحت سلطة الميليشيا الانقلابية. ونقل الموقع عن وزير الإعلام معمر الإرياني قوله إن الطفل عبد الرحمن أكرم عطران توفي متأثرا بإصابته برصاصة مسدس القيادي الحوثي عبد الله الديلمي. وأضاف الوزير الإرياني: ستظل جريمة مقتل عبد الرحمن شاهدا على جرائم الحوثيين واستهتارهم بدماء اليمنيين الذين سيكتب التاريخ ما تعرضوا له من مآس وويلات. وأفاد والد الطفل بأن ابنه كان يلعب جوار المنزل حين قفزت كرة القدم نحو عبد الله الديلمي الذي أخرج مسدسه وأصاب رأس عبد الرحمن. وقد كتب أكرم عطران والد القتيل مقالا عبر فيه عن ما أصاب الأسرة بعد أن فقدت الطفل عبد الرحمن، لأنه كان يلعب كرة القدم جوار المنزل. وقال والد الضحية في مقال تنشره بلقيس: في آخر وقفة وداع لي بجانب ولد عبد الرحمن الذي ما يزال جسده المنهك ذو الرأس المحطم المنتفخ بما تناثر مما كان يحمل داخله من أحلام وهو مستلق على سرير العناية الإلهية، وقبل أن أغادر تراءت لي روحه الحبيسة فيه والمحتارة والتي لم تدري ما تفعل. فهل تبقى في جسد بات يحاول طردها بعد أن صار وجودها فيه يرعبه، بعد أن صار مسكنا في أسوأ تقويم، أم هل تغادره إلى عالم لم تكن قد اشتاقت إلى وقت رحلها إليه؟ وكأني سمعتها تقول: يا والدي اصبر واحتسب وابتسم ولا تقتلني بدمعة أو ألم. يا والدي قل لكل طفل أن يحذر أن يتواجد في ملعب أو شارع أو ساحة أو جوار بيته أو خارجه وفيه شخص لا يثق أنه رجل إلا إذا كان مسلحا بأي آلة موت ليثبت لأولئك الأطفال أنه فعلا رجل. يا والدي قل لكل الناس أني أسأل الله العظيم أن لا يصيب أي منهم بمثل مصابي، وأسألهم بالله العظيم أن لا يجعلوا مني مطية ولا سلعة، لا سياسية ولا طائفية ولا انتقامية، ولا لحصاد فتنة أو بث كراهية أو فرقة، وروحي أمانة في أعناقهم جميعا.
يا والدي كل الناس جميعا، إني نذرت نفسي أن أرفرف حول كل طفل من أطفالهم كي أحميه وأنثر فوق رأسه بذور المحبة والسلام والأمل والبشرى، بأن سيجعل الله مع العسر يسرا، وأن عدالة الله تعالى لن تقبل أن يستمر الظلم الذي أصابهم بسبب طغيان وجهل وأطماع آبائهم وسادتهم وكبرائهم وولاة أمورهم. وها هي الآن تلك الروح الطاهرة اختارت أن تغادر وترفرف حيث وعدت. رحمة الله تغشاك يا ولدي، رحمة الله تغشاك يا عبد الرحمن، جعلك الله آخر ضحية للظلم والجهل والانفلات والقانون الغائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال مدير أمن صعد العميد خالد الخلاس إن قوات الجيش الوطني في محور علب مشطت عددا من المناطق المحررة بعد قرى ألصال، وعثرت على مخزن أسلحة تابع للحوثيين يحوي كميات كبيرة من العتاد، بينها صواريخ وألغام متعددة الأغراض وقذائف وذخائر متنوعة وأجهزة تحكم عن بعد وقنابل هجومية تابعة للحوثيين. أما قائد محور علب قائد اللواء 63 مشال عميد ياسر مجلي فقد أكد وفقا لموقع الصحوة نت، أكد أن قرى الصالح والشريم والماطر أصبحت آمنة بعد تطهيرها من ميليشيا الحوثي، ودعا العميد مجلي سكان القرى والمناطق المحررة إلى العودة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن المنازل تم تسليمها لإدارة أمن صعدة، كما دعا المغرر بهم ممن انخرطوا في صفوف الميليشيا الحوثية إلى العودة إلى جادة الصواب، مؤكدا أن عليهم العودة إلى منازلهم وتسليم سلاحهم. تقطعت السبل بالصياد اليمني سلمان عمر مجهصي ورفاقه الأربعة لدى وصولهم إلى السودان للعمل في إحدى شركات الأسماك، وخذ لهم الحظ، وبقى السؤال الماثل أمامهم: كيف سيحصلون على عمل يوفرون من خلاله لقمة العيش لأطفالهم وأسرهم؟ ويعنون موقع المشاهد نت: الصيادون اليمنيون الخمسة وقصة الهروب إلى السودان. بدأت رحلة معاناة الصيادين من محافظة الحديدة، إذ استغل السمسار يمني حاجتهم للعمل من خلال إقناعهم بوجود شركة أسماك تونسية في السودان تبحث عن صيادين يمنيين، وأنه رشحهم للعمل لديها وفق رواية سلمان الذي تابع بالقول: ولأننا كنا بحاجة للعمل قمنا بالموافقة واقترضنا من المال الشيء الكثير من أجل الذهاب للعمل، وتحملنا مشقة وتعب السفر من الحديدة إلى عدن، وقامت الشركة بحجز تذاكر طيران لنا على أن تخصم من حساباتنا فيما بعد، لم نكن نعلم أننا ضحية ومصيرنا المظلم هناك. وصل سلمان ورفاقه إلى السودان، وهناك عملت الشركة على تخصيص حوش كسكن لهم، وطلبوا منهم الانتقال للعمل. وحين اتجهنا للعمل فوجئنا بتعطل مكائن قوارب الاصطياد غير الصالحة للعمل، وكنا غير قادرين على الذهاب للاصطياد. الصيادون كانوا وفقا للموقع عاجزين عن التعامل مع تقلبات الحياة وقسوة العيش، وحين طلبوا جوازات سفرهم للعودة إلى اليمن رفضت الشركة وأبلغتهم أن الجوازات لن تعود دون تسديد قيمة تذاكر الطيران. بعد رحلة المعاناة تواصل الصيادون الخمسة مع وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية وليد القديمي، والذي تكفل بحجز تذاكر عودتهم إلى اليمن على نفقة قيادة المحافظة. صحيح أننا حاليا بدون عمل، لكننا بين أسرنا وأطفالنا، والموت هنا أفضل لنا من الموت بالخارج، كما يقول سلمان. في شهر مايو الماضي زار المصور لورينزو توغنولي اليمن في مهمة تابعة لصحيفة الواشنطن بوست، حيث كتب عن الجوانب المتناقضة لمدينتي اليمن الرئيسيتين عدن وصنعاء، اللتين وجدتا نفسيهما في قلب الأزمات السياسية والإنسانية الحالية. ويقول: سواء كنت في صنعاء أو عدن فإن اليمنيين أشخاص طيبون ومحبوبون ويرحبون بك. في البداية تبدو لك عدن وصنعاء عكس بعض، فواحدة تحيط بها البحار والأخرى تحاط بالجبال. عدن يلونها زرقة وبياض خليج عدن، في حين أن الخضرة والبني يلونان صنعاء من الجبال والمدينة القديمة. في نظرة فاحصة ستبدأ هذه الاختلافات في التلاشي. يتجول المراهقون الذين يحملون بنادق الكلاشينكوف ويرتدون النعال في المدينتين، عواصم لنصفين من أمة واحدة تعيش الحرب.
وكلاهما على أسس هشة، الطرفان المتحاربان كلاهما مكسوران بين الحلفاء ذوي المصالح المتباينة، لذا فإن الشعور بعدم الأمان موجود دائما وأحيانا ينفجر إلى عنف مباشر. بالنسبة لمصور، صنعاء مدينة صعبة التنقل، يفرض المتمردون الحوثيون سيطرة على الطريقة الإيرانية على الصحفيين، فالعاملون في الحكومة دائما قريبون منك، وموظفو الفندق أكثر اهتماما بالتحقق من تحركاتك أكثر من الضيافة. وبطبيعة الحال فإن الجواسيس موجودون في كل مكان، وكما هو الحال في سوريا حيث يحكم بشار الأسد فإن الناس مرتابون. بمجرد أن أخرج من السيارة كل جندي في المكان يجب أن يرى أذونات رسمية يسأل عما أفعله أو أقوم بدردشة فقط ليتأكد من أنني أعترف بسلطتهم. لسوء الحظ يتم أحياناً إخفاء صحة ما حدث في المكان قبل أن يسمح لي برفع الكاميرا والتصوير. عدن للوهلة الأولى تبدو أكثر استرخاء، لا توجد غارات جوية سعودية، لكن على الرغم من ذلك لا تشعر أن الحرب بعيدة، فالمستشفيات تعاني من نقص في الموظفين وتغمرها أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يعانون من سوء التغذية، وخارج المدينة تنمو مخيمات اللاجئين يوما بعد يوم، حتى وسط المدينة غير مستقر، وكما يحدث في كثير من الأحيان في بلد غير مستقر، فإن شعبه أكثر ترحيباً ورفاهية من السياسيين. كان سكان المدينة القديمة في صنعاء يرحبون بالمصور ذي المظهر الغربي حتى لو تم رش كتابات الموت لأمريكا على كل متجر ومنزل. إلى الصحافة الدولية، حيث تتحدث صحيفة عربية عن ترتيبات لاتفاق ينهي الصراعات الداخلية في تعز، وقالت العربي الجديد إن محافظة تعز اليمنية تشهد تحول كبير قد يصل في حال اكتماله إلى إنهاء الاقتتال الداخلي في صفوف قوات الحكومة الشرعية، مع العمل على اتفاق ينهي أو اتفاق نهائي يتم الترتيب للتوقيع عليه برعاية قيادة التحالف السعودي الإماراتي. يتوقع أن ينهي الصراعات المتكررة بين فصائل الحكومة الشرعية في المناطق المحررة وسط تعز، والتي شهدت جولات عدة من المواجهات تسببت بسقوط ضحايا مدنيين ومن المتقاتلين. وترى الصحيفة في تقريرها أن مغادرة نائب قائد كتاب أبو العباس عادل العزي مدينة تعز وانتقاله إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد شكل خطوة جعلت تعز تعيش هدنة من المواجهات بين فصائل الشرعية، وكان خروج العزي من المدينة إجراء لابد منه لتجنب انهيار الاتفاق الذي يعمل عليه، لكن ذلك وحده لا يعني أن الاتفاق بات واقعا، تبقى الكثير من التعقيدات التي تواجه جهود مساعي الحلول المرتقبة، فالمعركة مع العناصر المطلوبة أمنية قد تحدث في أي لحظة، وقد ترافقها ردة فعل غير محسوبة من الجماعات المصنفة في قوائم المطلوبين أمنيا. وذكرت مصادر مطلعة للعرب الجديد أن طرح خروج العزي مؤقتا إلى خارج اليمن وضمن الخيارات التي تناقش في مقر التحالف العربي في عدن مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية في تعز وكتائب أبو العباس، لكن العزي ليس وحده من سيغادر اليمن، ذلك أن هناك قيادات من الطرف الآخر ستغادر أيضا، إلى أن خيار الخروج سيكون في حال فشلت الحلول بين العزي وقيادة المحور. وتمت النقاشات في قيادة التحالف ضمن الترتيب لتوقيع اتفاق نهائي يجري التمهيد له بعدد من الخطوات للوصول إلى التوقيع عليه في عدن، وهو اتفاق يتوقع أن ينهي الصراع المعقد في تعز. في الجولة الخاصة بترجمة قناة بلقيس للصحافة الفرنسية، نطالع من صحيفة لوبون الفرنسية تقرير حول مشاورات جنيف والتي وصفتها الصحيفة بفشل مفاوضات السلام في اليمن. وقالت الصحيفة إن المبعوث الأممي لليمن تحدث في مؤتمر صحفي، لكنه وفقا للصحيفة كان حذرا للغاية، وهو يقول لم نتمكن من إحضار وفد الحوثيين إلى هنا، ببساطة لم ننجح في ذلك. الصحيفة الفرنسية قالت أيضا إن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني كان قاسيا على مبعوث الأمم المتحدة الخاص الذي يعتذر عن غياب المتمردين، مؤكدا أن عدم الضغط على الحوثيين قد شجعهم على التفكير باحتقار الجهود المبذولة. وقالت الصحيفة الفرنسية أن لدى المتمردين مطالب، بينها الذهاب إلى جنيف على متن طائرة عمانية ونقلهم إلى مسقط واصطحاب جرحى قاتلوا مع المتمردين.
هل الذين يرتكبون الجرائم الكبرى بشر مثلنا؟ يتساءل الكاتب سمير زين في جريدة الحياة اللندنية مضيفا: تبعث فكرة القتل المتمادي والعبثي على الذهول، ليس بسبب وحشيتها فحسب، بل بسبب ضعف الإجابة التفسيرية لهذا السلوك ورفض العقل البشري السوي الإقرار به بوصفه واقعاً يستمر في واقعيته المرعبة. وماذا عن نوعية البشر التي ترتكب هذه الجرائم بوصفهم آلات قتل جهنمية بيد الطاغية؟ أدوات لفرم البشر بلا رحمة وبلا رفة جفن. من أين جاءت كل هذه القسوة؟ أين تربى هذا الإجرام السادي المنفلت من عقاله؟ أي منظومة قيمية في غاية التشويه أنتجت هذه الوحوش البشرية من مصاصي دماء بشر مثلهم؟ ليس التحليل الفكري وحده هو الذي يتحدث عن تحول البشر تروساً في آلة الدولة الشمولية المدمرة، فعلم النفس بدوره يدعم هذه العادية للشر. مرعبة فكرة عادية الشر، أي أن الشر مقيم بيننا في منازلنا، بين أصدقائنا، جيراننا، في البشر البسطاء الذين يسيرون في الشارع. كل هؤلاء يمكن تحويلهم تروساً في آلة القتل، يمكن أن يذبحوني أو أذبحهم في أي وقت، لكن لا، فمهما كان حجم الإجرام فإنه لا يمكن القبول بعادية الشر، ولا يمكن القبول بأن البشر يرتكبون جرائمهم بوصفهم جزءاً من آلة كبيرة. هل كان يمكن الضحايا أنفسهم أن يكونوا قتلة؟ لا يمكن عكس المواقع في التاريخ الحي، القتلة هم القتلة والضحايا هم الضحايا، وإذا كان الضحايا لم يختاروا موقعهم فإن القتلة اختاروا موقعهم وتمترسوا فيه، خاصة بعد 7 سنوات من الدم النازف. اختار النظام أن يمضي في مذبحته إلى النهاية، واختار من حوله أن يحموا النظام بكل ثمن. وإذا كانت الوحشية الدموية هي النتاج الطبيعي للتمسك بالسلطة، فإن الشر لا يمكن فصله عن السلطة ولا عن القتلة المندمجين في هذه السلطة، فهم لا ينفذون المذبحة فقط لأنهم تروس في آلة، بل لأنهم جزء من الآلة ذاتها ومصالحهم مرتبطة بها. في أخبارنا المنوعة نستعرض معكم واحد من أكثر الأخبار غرابة حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ونطالع من شبكة البي بي سي. شرطية أمريكية تقتل جارها بعدما دخلت شقته بالخطأ، ولكن كيف حدث هذا؟ تقول التفاصيل إن شرطية أطلقت بولاية تكساس النار على شاب في شقته فأردته قتيلا بعد أن اعتقدت بالخطأ أنه قد تسلل إلى شقتها. وبحسب بيان صادر عن الشرطة فإنها دخلت منزل الضحية بعد انتهاء نوبة عملها مساء الخميس معتقدة أنه منزلها، لتجد فيه بوثام شيم جان البالغ من العمر 26 عاما، ولم تقدم السلطات مزيد من التفاصيل عن كيفية حدوث الشجار، لكن الشرطية أخرجت مسدسها وأطلقت النار على جان في نهاية الأمر. وأضافت البي بي سي: اتصلت الشرطية التي كانت لا تزال ترتدي زي العمل ولم تصب بأي أدب بالشرطة لإبلاغها بالحادث، ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد 4 دقائق من البلاغ، وقدمت إسعافات أولية للضحية في مكان الحادث قبل أن ينقل إلى المشفى، لكنه توفي في وقت لاحق. سقطت امرأة وطفلها على السكة الحديد مع وصول قطار الأنفاق إلى محطة في لندن، لكنهما نجوا من الأسوأ بعدما احتميا في فسحة فارغة تحت السكة. وتعنون صحيفة القدس العربي التي أوردت الخبر: نجاة عائلة رغم مرور القطار فوقها في لندن. وتضيف الصحيفة: خرج أيضا والد الطفل سالما من الحادثة بعدما نزل إلى السكة لمساعدتهما. أوضحت الشرطة في بيان: لحسن الحظ لم يصب أي منهم بجروح خطيرة، لكننا نقلناهم إلى المستشفى على سبيل الاحتياط. ووفقا للخبر فقد كانت الأم تسير على رصيف المحطة وهي تجر عربة فيها الطفل وتنظر باتجاه اللوحة التي ترد عليها حركة القطارات على هذا الخط، ولم تتنبه إلى وجودها بالقرب من الحافة، فدفعت عربة الطفل التي سقطت على السكة وهب الوالد لنجدتهما بحسب ما أوضحت الشرطة في بيانها، مشيرة إلى أنهم احتموا في فسحة فارغة تحت السكة عندما رأوا القطار يقترب ومر فوقهم القطار من دون أي مشكلة. بحسب هيئة المواصلات في العاصمة البريطانية لندن، يستقل 1.37 مليار راكب
قطار الأنفاق في العاصمة البريطانية كل سنة، وفي العام 2017 تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة إصابة. جولتنا المصورة نعود من خلالها إلى الصور التي التقطها مصور الواشنطن بوست لمدينتي عدن وصنعاء، وكيف بدت مدينتان تعيشان الحرب والصراع. فن الكاريكاتير الذي يختزل الكثير من وجهات النظر على شكل رسومات ساخرة في كثير من الأحيان، ننشر لكم من عدد من صفحات الصحف العربية. مجموعة هذه الرسوم من الكاريكاتير وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. غدا حلقة جديدة، في أمان الله.